خوتي خواتاتي واحد السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. الموسم ديال الهموز مع ابيتو طنجي راه باقي ما تسالاش. جبنا لكم شقه بربع ثمن في البولفار، وهاد الشقه راه حتى هي بنص ثمن او نقولوا بربع ثمن في شارع مولاي يوسف. كتواجد ما بين شارع مولاي يوسف وشارع مولاي اسماعيل. اذا بغيتوا تعرفوا بالضبط فين جات، ما عليكم غير تواصلوا معنا وتجيو تشوفوها. قبل ما نكمل لكم معلومات على هاد الشقه، ما تنساوش لايك ابوني وبارطاجيو الفيديو. كيف ما كنفرحكم حتى نتوما فرحونا. هاد لابارطمون هادي فيها 200 متر، يعني جوج ديال لي زابارطمون في وحده. فيها خمسه ديال بيجات النعاس، صالونات ثلاثة تقريبا، كوزينه وعاد الحمام. لابارطمون جات في الايطاج السابع العماره، فيها لاسانسور وجات في موقع استراتيجي. نورمالمون لي زابارطمون اللي كيكونوا هنايا راه كيكونوا ما بين 10000 حتى 13000 درهم كيتحسب لهم المترو. هادي راها نص الثمن ديالها. دابا يلا نكتشفوها كامله، الفصاله ديالها، لي بياس كاملين اللي فيها، ومعاكم غادي نقدروا نفصلوها نعاودوا ليها البناء، ولا عشنا نقسموها لجوج ديال البارطمانات. يلا تفضلوا معنا. ها انتم كيف ما كتشوفوا مع الدخله، غادي تصدمكم المساحه الشاسعه اللي كاينه مع الدخله ديال هذا لابارتمون. كيف جاتكم؟ قصر في السماء. ابارطمون فيها 200 متر، مع الدخله كتبان لكم انها كامله مفتوحه الصالونات، ولي بياس راهم مخبعين ودايرين على الشقه. من بعد ما وراتكم فاتي الفصاله ديال الدار كيفاش عامله من الداخل، غنمشيو ديريكتومون بعدا نشوفوا الكوزينه ولي بياس، وعاد نرجعوا للصالون اللي كبير وواسع. هنايا مع الدخله على يدكم اليمين غادي تلقاو الكوزينه، حتى هي المساحه ديالها كبيره وواسعه. غنخلي فاتي نوريكم المساحه اللي تقريبا تقدروا تعملوها دايره باللورنيه، تعملوها دايره بالبلاكارات، تعملوا صاله مونجي هنايا وتحيدوا الثلاجه من هنايا وتعملوها هنايا. يعني المساحه راها كبيره وعندكم ما تعملوا فيها. من بعد ما شفنا الكوزينه صراحه ضلشتوها، يعني باقي خصها صاله مونجي، باقي خصها بلاكارات. حق نتوما ملي غادي تشريو هذا لابارتمون عندكم حريه الاختيار، واش تخليوها كوزينه تعملوا فيها كليسه دايره في السدادر، على حساب نتوما وشنو الاحتياج ديالكم. نمشيو نكملو، نبقاو دايرين في اليمن. هنا كاينه الشومبر الاوليه، كما قلت لكم هاد لابارتمون فيها خمسه ديال لي شومبر. الشومبر الاولى المساحه ديالها ها هي، فاتي غادي توريها لنا. شومبر كبيره تبارك الله. اللي غادي يعجبكم في هاد لابارتمون ان لي شومبر كبارين، ثلاثه الصالونات كبارين، يعني راه يصلحوا المناسبات والعرايض. والمساحه ديال لابارتمون تقدروا تقسموها على جوج، يا اما تشريها اذا كنتو عائله كبيره بحكم ان فيها خمسه ديال لي شومبر، اولا تشريوها وتقسموها على جوج ديال البارطمانات راه ممكن. الشومبر الاولى ها هي شفناها، والموقع نذكركم انها جات ما بين شارع مولاي يوسف وشارع مولاي اسماعيل، فيها 200 متر. نشوفوا دابا الحمام الاولاني، حيت هنا راه كاينين جوج ديال الحمامات. الوسعيه ديالو هي هذه، فيه كلشي، فيه لافابو ديالو، تواليت ودوشا مزلج، وفيه حتى الطاقه ديال التهويه. وموقع ديال لابارتمون موقع استراتيجي وممتاز، والاطلاله من فيها جوج ديال التراسات. الاطلاله ديال لي تيراس راه كطل على شارع مولاي يوسف، كطل على شارع مولاي اسماعيل، يعني عندكم اطلاله بانورامية غزالة. الشومبر الثانية الوسعية ديالها هي هذه، الشومبر فيها لا كومود، بيت نعاس، فيها حتى ترية اللي عاملينها في السقف. غير نذكركم ان هاد لابارتمون راه كتباع خاوية بلا فراش، وهاد لا شومبر هذه راه عندها البالكون الخاص بها، تراسة كبيرة كما قلت لكم كطل على شارع مولاي يوسف وشارع مولاي اسماعيل بجوج بهم. يعني تخيلوا نتوما المنظر اللي عندكم من لابارتمون ديالكم، راه ما عمركم غتقنطوا. الشومبر الثانية ديجا شفناها، شفنا الحمام الاولاني. دابا فاتي نكملوا الصالونات ولا نمشيو لي شومبر؟ دابا نكملوا الصالونات. وخليك انت هنا تما ويشوفوا المساحه الكبيره الغزاله اللي كاينه في الصالون. يعني غير اذا كانوا عندكم ضياف وكنتوا مجلسينهم في الصالون، راه ما غاديش حد ما غيبقى يسمع حد. علاش؟ حيت الصالون كبير وواسع والمساحه ديالو رائعه. ندخلوا نديطاييو في الصالون الاولاني اللي كيف ما قلت لكم هاد الشقه هادي راه كتباع خاويه بلا فراش. بالحق كيبيعوا لكم ميتراج كبير، شقه عائليه بامتياز، والمساحه كبيره، والموقع غزال، يعني موقع اللي هو استراتيجي حداكم جميع المرافق العموميه والسياحيه. تقدروا تمشيو لمبروك على رجليكم، تمشيو لشارع فاس على رجليكم، قريبه لكم حتى الدريسي
الفرنسية، قريب لكم مولاي إسماعيل، قريبة لكم رومبوان السوريين فين كانت المحطة القديمة. يعني غير وصلتوا رومبوان السوريين هانتينا في بلايا، هانتينا في ملابطة، يعني هاد لابارتومون ما غاديش تحتاجوا فيها الطوموبيل نهائيا. لابارتومون اللي ما غاديش تحتاجوا فيها الطوموبيل نهائيا. هنايا مع الدخلة كيف ما كتشوفوا راه اختاروا انهم حتى هو يعملوا فيه جلسة كنابي. انتم تقدروا مثلا تعملوا هنايا شي صالة مونجي، شي بيترينا، وهنايا عاود كاين الصالون الثاني والثالث. هنا يختاروا انهم يعملوه بهذا الكنابي هذا اللي في الكحل، يعني جلسة اللي اخرى كاينه هنايا. وعاد فاتحه هي كديطاي لكم في السقوف، كديطاي لكم في كل شيء اللي كاين في البارتمان. ندخلوا للصالون، والله الا تلف عليا الحساب، هذا الصالون الثالث ولا الصالون الثالث ولا الرابع. يعني ابارتمون كبيره وارى ما تحسوا فيها. الوسعيه ديال الصالون ديالنا هي هذه، راه صالون كبير وواسع. وهذا لي صالون والبيوت النعاس بجوج بهم اللي فيهم لي تيغاس كاملين بهم كيطلوا على شارع مولاي يوسف وشارع مولاي اسماعيل. موقع اللي هو استراتيجي سياحي، نهارك تجي تسكن طنجة تدور طنجة كاملة بها، ما تحتاجش للطوموبيل نهائيا. دابا غادي نمشيو، باقينا ثلاثة البيوت تنعس اخرين والحمام الثاني. هاد البيت هذا راه هما عاملينه هنايا نورمالمون غير خزين، يعني المساحة ديالو فحالها فحال هاد لاشومبر اللي غادي ندخلو ليها دابا. البيوت فيهم جاو كبار وواسعين، المساحة ديالهم كل حاجة عاطينا حقها وعاطينها المساحة ديالها. ندخلو للشومبر الرابعة ديالنا اللي كيف ما قلت لكم المساحه ديالها قدها قد هذاك البيت ديال الخزين اللي هما عاملين فيه غير الباكاج. البيوت د النعاس كاملين واسعين كيف ما كتشوفوا، كيهزوا جوج ديال الكامات سيباري، عاد الماريو، عاد عندكم فين تعملوا البيرو او الكنابي. يعني البيوت كبار وعاطين المساحه اللي فين تقدروا تستغلوها كيف ما بغيتوا. باقي لنا دابا واحد الحمام وواحد بيت نعاس في البالكون، غادي نشوفوهم مع بعضياتنا. وهاد ابارتمون سريع الاتصال، علاش؟ حيت راه بنص الثمن، عيطوا قبل ما تروا بها. نشوفوا دابا الحمام الثاني اللي عندنا. كما قلت لكم كاينين جوج ديال الحمام، جوج الحمامات عفوا كاينين هنايا في هاد لابارتومون. هادي اللي ابارتومون عائليه ديال العائله، تقدر تكون فيها انتينا وخاك، تقدر تكون فيها الوالده مع الابن ديالها اذا كان يلاه زوج. يعني خمسه ديال لي شومبر راه تكون فيها عائله كبيره، اولا تقسم ما بين جوج ديال الخوت تشريوها وتقسموها على جوج. دابا نشوفوا لا شومبر الخامسه اللي عندنا. دابا غنشوفوا لا شومبر الاخرانيه اللي بقات لنا في هذا العقار، هذه اللي هي الشومبر الخامسه. المساحه ديالها هي هذه كيف ما قلت لكم، يعني البيوت تنعاس كاملين بهم، عملوهم واسعين كبار وخلاو بمساحه فين غادي تعملوا مثلا الماريو والبيت النعاس ولا كوموند، وتزيدوا معاهم حتى كنابي. هاد لا شومبر هذه فحالها بحال لا شومبر الثانيه اللي شفنا، فيها حتى هي بالكون اللي كيطلل على شارع مولاي يوسف وشارع مولاي اسماعيل، وكتبان لكم السوريين وكتبان لكم طنجة كاملة. موقع غزال سياحي بامتياز، تجي تصيف طنجة او لا تاخذوها تكريوها على طول العام، راه غادي يعني غتكون ساوية في الثمن. علاش؟ حيت 200 متر، او لا تاخذوها تينا والاخ ديالك او لا تينا والاخت ديالك او لا الام اذا بغات تاخذها ليها ولبنتها، راه يمكن لكم تقسموها ويرجعوا جوج ديال لابارتومون، يعني ابارتومون 100 متر مع ابارتومون 100 متر. ودابا يلا باش نقول لكم المعلومات الكاملة لهذا العقار. من بعد ما شفنا لي بياس كاملين ديال هاد الشقة الهمزة اللي جابت لكم افيتو طونجي، نذكركم بالموقع ديالها. جات ما بين شارع مولاي اسماعيل وشارع مولاي يوسف، في الايطاج السابع، العمارة فيها لاسانسور. هاد لابارتومون فيها 200 متر، مساحة كبيرة والثمن ناقص. الثمن ديال هاد لابارتومون هادي 170 مليون سنتيم. وكيف جاتكم؟ يعني اذا كان غير 12000 ولا 13000 درهم، يعني راه ما غاديش تجيكم هاد الثمن نهائيا. الثمن ديالها بالدرهم 1,700,000 درهم مغربي، بالنسبة للناس اللي غتبغي تشونجي العملة ديالها. اذا عجبتكم ساهلة، تواصلوا معنا في هاد الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشة، وحنا غادي نجيبكم تفيزيتوها. وبالنسبة للناس اللي كيقلبوا على الحصري والجديد، راه تخصها تحت الطلب ديالكم لاباج افيتو طونجي اللي كاينة في انستغرام، غتلقاو سكرين شوت ديالها هنايا، دخلوا علينا فيها. ما عرفتوش في الديسكريبسيون غتلقاو لاباج ديال افيتو طونجي في الانستغرام وفيسبوك وجميع المواقع ديالنا. في انستغرام راه كنحطوا مقاطع ريدز من لابارتومون او لا العقارات اللي يلاه كيدخلونا، يعني يمكن لكم تواصلوا معنا ومنهم تفيزيتوهم قبل حتى ما نحطوهم، يعني الحصري والاكسكلوزيف تشوفوه نتوما الاولى قبل حتى ما نحطوها في لاباج في لاشين ديالنا عفوا ديال يوتيوب. هكذا نكونوا قلنا جميع المعلومات على هذا العقار هذا.
عندكم ابارطومون وتبيعوها ولا تكريوها، دار الطبقات تبيعوها كامله او تبيعوا كل طبقه بوحديتها او تكريو كل طبقه بوحديتها، مرحبا حنا راه كنتكلفوا بلا جيستيون ديال الكرا. ما بقى لينا غير ندعيو معكم والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. نقولوا امين ونهاركم مبروك.